السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله مع حل تقويم الوحدة الأولى مجال الرسم الصف الثالث الابتدائي. وأول سؤال معانا، السؤال الأول، اختار الإجابة الكلمة المناسبة للصورة المناسبة، الكلمة المناسبة للصورة المناسبة. أول لونين هنا، أحمر والأخضر، أحمر ويقابله اللون الأخضر، هذا توافق لوني ولا دائرة الألوان ولا تباين لوني؟ طبعا قلنا قبل كده ان التوافق اللوني معناته الالوان متجاوره في دائره الالوان، الوان متجاوره يعني مثلا هذا الاخضر وهذا الاخضر الفاتح هذا مثلا، او بعد كده الاخضر الفاتح هذا وبعد كده الاصفر، هذه الالوان متجاوره، كل متجاورين جنب بعض يكونوا فيهم توافق لوني. طيب الالوان اللي هي يعني هذا كده فيها توافق لوني، اللي هم الاثنين جنب بعض بجوار بعض. طب الالوان المقابله لبعض يبقى فيها تباين لوني، المقابله يبقى فيها تباين ايه لوني، يبقى هنا نختار تباين اللوني، التباين اللوني. بعد كده احنا اول واحدة فيها تباين لان الالوان متقابلة يبقى فيها تباين، اول واحدة هنا التباين اللوني. الثانية هذه واضحة جدا، توافق لوني ولا دائرة الألوان ولا تباين، طبعا واضحة جدا انها دائرة الألوان، نكتب دائرة الألوان. ودائرة الألوان هي اللي بتوضح لي إذا الألوان فيها تباين والألوان اللي هي فيها توافق، بيكون واضحة من خلال دائرة الألوان. بعد كده عندنا ألوان متجاورة زي ما قلنا فيها توافق لوني، يبقى هنا التوافق اللوني. هذا كانت إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام الإسكتش. وين الإسكتش في هذه؟ هذه اللي مرسوم بالقلم الرصاص او اللي ملونة هذه؟ طبعا الاسكتش قلنا هو التخطيط الاولي لاي عمل ويستخدم فيه القلم الرصاص، يبقى هنا وين الاسكتش في هذه؟ طبعا واضح جدا قلنا التخطيط الاولي لاي عمل بالقلم الرصاص، يستخدم القلم الرصاص لان يتسنى لك انك تعمل عليه بعض التعديلات لما تيجي تلون وهكذا يعني. يبقى اذا هذا هو الاسكتش، هنضع عنده علامة صح. السؤال الثالث، رتب خطوات التعتيق من 1 إلى 5. خطوات التعتيق، أول شيء في التعتيق بنعمل إيه يا أبطال؟ بنقوم ب بندهن السطح الأول، الجسم اللي هو الجدار أولا، باستخدام الرولة، وبعد كده بنعمل عليه بعد ما يجف بنجيب اللون ونعمل عليه بعض التأثيرات باستخدام الفرشاة أو الإسفنجة أو أي شيء. بهنا كده في البداية هذه كده رقم واحد، بندهن الجدار في البداية، أول شيء ندهن الجدار، هذه رقم كام؟ هذه رقم واحد. طيب بعد كده بعد ما ندهن الجدار بنعمل عليه بنقوم بتجهيز قطعة الإسفنج زي ما احنا شايفينها كده، هذه ولا بنضع اللون الأول؟ بنقوم بكده بتجهيز قطعة الإسفنج هذه. الخطوة الثالثة اللي هي طبعا بلل الإسفنجة بالماء وتحريكها بشكل دائري وعشوائي، اللي هي هذه بهذه رقم كام؟ 3. هذه طبعا اللي هي الخطوة رقم يعتبر 4 اللي هي دهن الجدار بفرشاة جافة قبل جفاف اللون، اللي هي هذه بهذا رقم 4. بعد كده رقم 5، هذه هو الشكل النهائي للجدار بعد ما تم تعتيقه، يبقى هذه 5. يبقى هم بنفس ترتيبهم هنرتبهم 1 2 3 4 5. أول شيء ندهن الجدار، بعد كده نقص الإسفنجة لعمل التأثيرات الملمسية التعتيق يعني،
بعد كده بنستخدمها بشكل دائري، بنملها ونقوم بعمل شكل دائري وعشوائي بتعطينا بعض التعتيق الجميل. هنا طبعا هذا الشكل اللي هو دهن الجدار بفرشاة جافة قبل جفاف اللون الأخير هنا، اللي هي الشكل النهائي لهذا العمل اللي هو التعتيق. عندنا بعد كده السؤال الرابع، أرسم لوحة أو ارسم لوحة تعبر عن حبك لوطنك. هذه طبعا في بعض الفيديوهات الموجودة على القناة فيها الكثير من الرسومات اللي هي تعبر عن الوطن، لكن احنا ممكن هنا نختار نعمل رسمة أيضا عادي. هنعمل شكل مثلا اللي هي خريطة المملكة بشكل بسيط كده سريع. هنحدد الاول كده كأنه نرسم سكتش. لو انت عملت خط شكل هذا مائل كده، بعد ما خلصنا هذا هبدأ اعمل لها بعض التفاصيل. هذه مثلا بالشكل اللي احنا شايفينه هذا، هنرسم هنا مثلا أشياء من الماضي وأشياء من أيام الحاضر. وفي المنتصف هنا هنرسم الشكل ده الكعبة هنا كده، عبارة ممكن تعملها رموز فقط عبارة عن مربع أو وبكده يكون انتهينا من حل تقويم الوحدة الأولى للصف الثالث الابتدائي. إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.